فيها لأن الحوار أساسي، لكن الانتقال إلى حوار جاد ومسؤول هذا هو. أعتقد أن فيما يتعلق بهذه الحكومة كيف كان تيقول دائما الأخ الكاتب العام، عندي واحد التست، واحد الامتحان، امتحان الحكومة مدى جدية ومصداقية الوفاء بالالتزامات، علما أنه خلال النقاش اللي كان قبل الوصول إلى اتفاق 30 أبريل تناقشنا حول المسار ديال الحوار الاجتماعي في المغرب، ومن بين القضايا والإشكاليات اللي كانت مطروحة هو عدم الوفاء بالالتزامات. وإلا رجعتوا للنسخة، النسخة ديال الميثاق ديال الحوار الاجتماعي اللي وقع عليه الحكومة، هي براسها كتقول من الأخطاء اللي كان في الحوار الاجتماعي عدم الوفاء، إلا للأسف حتى هي سقطت في نفس الأخطاء ديال الحكومات السابقة. وفي أقل من سنة اكتشفنا أن الحكومة لم تلتزم العديد من المقتضيات، ولو في التصريح الحكومي ما فيها الزيادة العامة في الأجور، ما فيها مراجعة حقيقية للضريبة على الدخل، ما فيها الدرجة الجديدة، ما فيها معالجة النزاعات الاجتماعية، ما فيها أيضا احترام الحرية النقابية والمصادقة على اتفاقية 87. هذه كلها قضايا اللي كانت مطروحة، ما فيها الميثاق، لأن الميثاق اعتبرناه أنه نقلة أساسية من أجل المأسسة ديال الحوار، ماشي المأسسة هي عقد دورة جوج ديال الدورتين، وحدة في سبتمبر وحدة في أبريل، ولكن الأساس هو أن هذا الميثاق فيه آليات ديال الحوار المحلي والجهوي واللجنة الإقليمية ديال معالجة النزاعات اللي المفروض يترأسها الوالي أو العام الإقليمي واللي ما كيترأسوهاش، يعني العديد من القضايا اللي منصوص عليها فيها مرصد اجتماعي باش يكون تقييم ديال السنه الاجتماعيه فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي ديال هادشي كله لحد الساعه، وثيقه ديال الميثاق اساسيه لكن غير منفذه كما قلت مع المقتضيات اللي كاينه في الاتفاق ديال 30 ابريل. ومن اجل اعطاء نفس للحوار الاجتماعي، من اجل الخروج من هذا الوضع، في هذا الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل احتجاجنا على هذا الوضع من اجل تصحيح مسار الحوار، خدات البرنامج النضالي اللي فيه وقفات ومسيرات واضراب عام، ونهار 4 جوان غادي تكون المسيره الوطنيه هنا بالدار البيضاء. فيما يتعلق بالتقاعد، ملف التقاعد كاينه لجنه وطنيه، واللي في الاتفاق منصوص على انه البحث عن عمل تشاركي توافقي فيما يتعلق بمعالجه ملف ديال التقاعد. الوثيقة التي قدمت هي مشروع ديال مكتب الدراسات، للأسف حتى العمل التشاركي من البداية ما كاينش، الحكومة انفردت بإعداد أو دارت واحد دفتر تحملات وعطات لواحد مكتب الدراسات وجاب المشروع، لأن لم يتم إشراك الحركة النقابية بإعداد ديال المشروع. أول نقطة خلافية كانت حول التعامل مع هذا المشروع ديال مكتب الدراسات، الحكومة طلبت باش يكون عامل نتعاملوا بالسريه، هو الشيء اللي رفضته الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل. اعتبرنا مباشره بانه ملف التقاعد هو ملف مجتمعي، ما كيهمش فقط الحركه النقابيه والطبقه العامله، لكن كيهم الجميع، كل التنظيمات والمواطنين وحتى اللي غيشتغلوا في القطاع الخاص ولا القطاع العام معنيين، بمعنى انه خاص يكون نقاش وطني عمومي. حال اللي وقع مثلا في فرنسا، فرنسا كان عند كل القنوات كتناقش، كل المؤسسات كتناقش في ملف التقاعد، وكان عليه ردود افعال. اذا هذه النقطه الاولى، وقلنا ايضا بانه لا يمكن ولا نقبلها بانه ما يعد او ما يسمى بالاصلاح، والفاتوره ديال هذا الاصلاح هو الموظف والاجير، علما ان ملف التقاعد الإجراءات اللي فيه كلها تتمس المكتسبات لا في القطاع الخاص ولا في القطاع العام، بل فاتح ماي بشكل واضح عبر الكونفدرالية بأن هذه الإجراءات هي سارقة. سارقة أولا من الأعمار ديال الموظفين الأجراء بحكم أن السن يرتفع، ومن حق الموظف والأجير يتمتع ما بعد 60 سنة الحياة ديال المتقاعد، وسارقة من الأجور باعتبار أن هناك زيادة في المساهمات في الاشتراكات لا بالنسبة للقطاع الخاص ولا بالنسبة للقطاع العام، بمعنى اعتبرناه إجراءات
وكاين اجراءات اخرى تاع السوفيه، وبالتالي انه الاجتماعات موقفه، وراه كاين وثيقه غادي يوزعوها الاخوان السيدات والساده الصحفيين، وعاد توزع حتى في المسيره. والكونفدراليه قررت ان هذا الملف ما يبقاش حديث النقاش داخل الجانب النقد. اكثر من 40 هذا هو العمل ديال انك توصل واحد القضيه اساسيه ومجتمعيه ومصيريه. اكثر من 40 لقاء اللي انضمت للكونفدراليه الديمقراطيه، اما داخل المقرات اما فضاءات عموميه ومفتوحه للمواطنين، اللي كنبين فيه ما يحضر وما يطبخ في ملف التقاعد. لان يعني وقفنا بل في اللقاء الاخير، باش نختم اللقاء الاخير مع الحكومه، طلبنا من وزيره الماليه سحب هذا المشروع بشكل واضح، عبرنا عبر الزياره.